طبعا خلونا نروح طيب لزميلنا العزيز شريف عادل من اسماعيليه في ضيافته واحد من نجوم النادي الاسماعيلي كابتن محمود جابر مدير الفني السابق للنادي الاسماعيلي. طبعا شريف برحب بيك، مشرفني منورني، اتفضل. تحياتي ليك الزميل العزيز يحيى من داخل محافظة الإسماعيلية. يمكن يا يحيى زي ما احنا عارفين منافسات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عام مفيش مجموعة في الإسماعيلية، ولكن الإسماعيلية عاشت أجواء البطولة الأفريقية تحت 23 عام، خاصة أن منتخبي نيجيريا والكاميرون أقاموا معسكرات مغلقة داخل محافظة الإسماعيلية استعدادا طبعا للبطولة الأفريقية. يمكن أجواء طبعا حالة من الارتياح والسعادة بتسيطر على الجميع هنا بعد الفوز اللي تحقق بالأمس على حساب أكيد، والفوز لمنتخبنا المصري بهدف نظيف على حساب المنتخب المالي. في ضيافتنا بقى الكابتن محمود جابر نجم النادي الإسماعيلي السابق ومنتخب مصر والمدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، وأيضا والد الكابتن عمر جابر اللي اكيد عاش اجواء كتيره جدا مع منتخبات طبعا الشباب. بيت عمر جابر كابتن محمود، يعني في البدايه بنرحب بحضرتك، ويعني اجواء بقى امبارح عشناها انطلاقه بطوله الامم الافريقيه تحت 23 عام، ضربه البدايه حضرتك شفتها ازاي من وجهه نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحيات طبعا ليك وللجميع. طبعا مصر مش غريبه عليها انها تنظم البطولات دي من زمان، واحنا متميزين في تنظيم البطولات دي اعتقد من 74 86 البطوله اللي اخذناها للكبار. طبعا البطوله الاخيره، طبعا انا بتكلم عن نواحي تنظيميه طبعا وكده، البطوله الاخيره اللي نظمناها والمظهر الجميل المشرف اللي ظهرنا بيه، وامبارح الحمد لله رب العالمين حاجه برضو تفرح، حاجه تشرف، حاجه على مستوى عالي جدا جدا. دي ممكن تدي مصر دافع ان شاء الله انها ممكن تنظم بطولات اكبر ان شاء الله في المستقبل. بالنسبه للنواحي الفنيه طبعا ماتش امبارح او الماتشين بتوع امبارح بشكل عام اتفرج طبعا الماتشات كلها بتابعها او هتابعها ان شاء الله. يمكن انا عندي احساس او حكمي الفني على الاربع فرق اللي شفناهم امبارح، انا شايف ان فرقه مصر يمكن اقواهم ان شاء الله. كنا سمعنا ان فرقه مالي قويه، فرقه مالي عندها افراد كويسين، ولكن امبارح الانطباع ده ما اخذناهوش عن فريق مالي، يعني لقينا فريق مش سيء انما فريق عادي، يعني كان ممكن الشوط الاولاني نكسبه اكتر من واحد. يمكن التراجع اللي حصل الشوط الثاني خوف على الهدف، وهم طبعا مغلوبين الفريق مالي، شيء طبيعي ان هو يهاجم ويفتح خطوطه وكده، ولكن لما تشوف في النتيجه النهائيه بتاعت الماتش اللي هو الفوز لينا، فرقه مالي برضو ما كانش ليها خطوره تذكر باستثناء يمكن انفراد والمدافع لاحق المهاجم بتاعهم، ما عندهمش حلول كتير في فرقه مالي، يمكن كان اغلب حلولهم الهجوميه تسديد من خارج ال 18، شفنا كورتين تعامل معهم محمد صبحي الحارس بشكل كويس. الفرقتين الجايين اتفرجت على الكاميرون، اتفرجت على غانا، الكاميرون اقوى شويه ولكن برضه ما عندهمش الحاجه اللي هي كنا بنشوفها زمان، يعني كنا بنشوف مثلا افتكر في الدور الافريقيه 91 هنا كان في ايمانويل في نيجيريا، في بعد كده رونالدينهو لما جه في كاس العالم، يعني كنا بنشوف حاجات فالته. لا، المستوى امبارح الثلاث فرق اللي في مجموعه مصر ما فهمش الحاجه اللي هي تخوف من النواحي الفرديه، حتى من النواحي الجماعيه كمان. لا، فريق مصر انا شايف ان هو منظم عنهم كلهم، في لعيبه اعلى من الفرق دي، عندنا اكثر من 3 4 لعيبه مستواهم اعلى بكثير من اي حد، من اي حد مميز في الثلاث فرق. يمكن انا مش عايز اقول ان ده هو الحكم النهائي، انما البدايه ده الحكم المبدئي على الاربع فرق. الجوله الجايه الثانيه ان شاء الله هنقدر برضو نحكم ونشوف ان شاء الله فرقه غانا هيبقى هل هتزيد. فرقه غانا عندها بعض اللعيبه اللي شفناهم كويسين وكل حاجه، ولكن مش اللي هم برضو اللي يعملوا فارق كبير.
رقم 20 شفنا لعيب مميز شويه، ولكن لما تشوف الانتاجيه بتاعته مش هتلاقيه، لو رقم 20 الاشول اللي بيلعب ناحيه اليمين مش هتلاقيه انتاجيته مش عاليه قوي، يعني لما تيجي تشوف بيلعب على الخط عمل كم اوفر شوت كم شوت هتلاقي الانتاجيه بتاعته ما تخوفش قوي يعني. واحنا بنعرف يعني الميزه بتاعتنا ان احنا بنعرف نتعامل كويس قوي مع فرق الافريقيه، فان شاء الله يعني انا مطمن ان شاء الله ان احنا هنعدي من المجموعه دي ان شاء الله، توقع ان شاء الله ان احنا سهل ان شاء الله ناخد مركز اول ان شاء الله. النهارده هنبدا الحكم على المجموعه الثانيه عشان نقدر نشوف المستوى بتاع المجموعه الثانيه. كابتن محمود، حاسس ان حضرتك اطمنت شويه بعد ما شفت مباراه غانا والكاميرون من كلامك؟ فرقه الكاميرون يمكن بس فيها افراد، يمكن فيها رقم 11 لاعب مميز، فيها رقم 7 مميز في الكور الثابته اللي جاب الهدف، رقم 10 البلاي ميكر صانع اللعب، يعني مش 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 عالي قوي، ولكن بقول اللي عندهم حاجات ممكن تعمل فارق بسيط. ولكن يمكن الفرقتين غانا والكاميرون اظهروا لنا حاجه، دفاعهم اقوى شويه من مالي، يمكن عندهم لا الدفاع مالي ما اعرفش، مالي برضه يمكن عندها حمه البدايه، ممكن كانوا متاخدين شويه يعني، كان عندهم اخطاء دفاعيه واضحه جدا جدا امبارح. انا ماتش غانا والكاميرون ما شفتش الاخطاء دي. النواحي حتى الهجوميه في 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 بعض اللعيبه اللي هم مميزين شويه، مش قوي يعني، مش هو مش اللي هم بنقول عليهم فورا ممكن يعملوا فارق كبير، ولكن احنا عندنا دفاعنا ما شاء الله، يمكن يعني الفريق منتخب مصر كله بيلعب لعيبه بتلعب في انديه كبيره او في انديه دوري ممتاز، اهلي زمالك جونه فيها لعيبه منها كتير، يعني اقصد التشكيله كلها من لعيبة الدوري الممتاز المصري، اللعيبة الجيدين في الدوري الممتاز المصري، فدي حاجة تطمننا إن شاء الله. بعد كمان ما شفنا مستوى الكاميرون، مستوى الكاميرون مش 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 ما بقولش إنه ضعيف أو لا، هو مستوى مش 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 عالي قوي. إحنا ممكن إن شاء الله باللي إحنا شفناه امبارح خصوصا في الشوط الأولاني من الضغط اللي فريق مصر عمله، من الفرص اللي قدر الفريق المصري يصنعها، والشوط الثاني اللي شفناه من الفريق المصري من التنظيم الدفاع الجيد اللي نجحنا ان احنا ما نوصلش مالي للمرمى بتاعنا، اعتقد ان شاء الله ان الماتشين الجايين ان شاء الله باذن الله يكون في نتائج ايجابيه ونقدر نحتل قمه المجموعه ان شاء الله. كابتن محمود، بتكلم مع حضرتك في رؤيه مهمه جدا، الاصابات اللي حلت طبعا بمنتخبنا المصري سواء طبعا قبل انطلاقه البطوله او مع انطلاقه البطوله باصابه ناصر ماهر، يمكن كلام الجهاز الفني كابتن شوقي ان في ضغوط نفسيه كتير وضغوط عصبيه ما قبل طبعا المباراه الافتتاحيه، حضرتك قيمت ده ازاي من وجهه نظرك؟ انا موافق الكابتن شوقي طبعا على الكلام. ليه يا شريف؟ عندنا مشكله كبيره في مصر حاليا، عدم تواجد الجماهير، واللعيبه دي لسه صغيره، يمكن فيهم اللي بقاله 3 سنين بيلعب، فيهم اللي بقاله سنتين، فيهم اللي بقاله سنه بس بيلعب اساسي في فرقته، فلما تيجي تلاقي اجواء زي دي جماهير بالشكل ده هتفاجئ بيها، شيء طبيعي انك لازم تتاثر. انما لو اللعيبه دي واخده على تواجد الجماهير في الدوري المصري، باهلي ضد زمالك، اهلي ضد اسماعيلي، زمالك ضد اسماعيلي، ضد مصري، في ضد اتحاد، الانديه الجماهيريه دي لما اللعيبه دي بتلعب في وجود الجماهير بتتعود، بيبقى الضغط ده ما بيبقاش بالشكل اللي شفناه امبارح خصوصا في البدايه وكده. ممكن الضغط ده يؤثر فعلا ويعمل اصابات، ولكن في اصابه مثلا ناصر ماهر دي اصابه في زي ما سمعت خلع في مفصل الكتف وكده، فدي بتبقى وقع غلط، اشتراك التحام قوي. ولكن حتى طاهر كمان، طاهر محمد طاهر اعتقد ان اصابته ان هو لسه جاي من عمليه في الركبه وكده، فطبيعي انه بعد ما بيبدا يرجع وكده بيبقى لسه التكوين العضلي بتاعه ما رجعش زي الاول، فطبيعي انه بيجي له اصابات، يعني الفتره الاولانيه دي هتجي له اصابات. هو اعتقد ان يعني الحاجتين مع بعض، حتة الشد أو حتة الضغط العصبي اللي كان عليهم، وفي أمور تانية خارجة عن الموضوع ده اللي هو زي ما قلت لك موضوع إصابة ناصر ملهاش دعوة طبعا بضغط أو في شد عصبي أو حاجة، وطاهر برضه عشان راجع من عملية وكده. طبيعي بقى يا كابتن من وجهة نظر حضرتك يتم الثبات في التشكيل الأساسي لمنتخبنا الأولمبي ولا يكون في تغييرات في المرحلة اللي جاية؟
بص انت اصل منتخب، المنتخب يعني ايه؟ منتخب يعني افضل هي اعتقد في 21 لاعب دلوقتي اصيب اثنين، فعنده 19 لعيب الكابتن شوقي، هم افضل لعيبه موجوده، وانا شايف ان في لعيبه قعدت امبارح ما لعبتش مستواها لا يقل عن اللي لعبه، فطبيعي ان المباراه كل 72 ساعه لازم مع يعني انا رايي الماتش الجاي يلعب بنفس التشكيل اللي هو شايفه يناسب المباراه، يعني ممكن هو يغير مش عشان يعمل روتيشن، ممكن يغير لان شايف ان انا محتاج خطه المباراه دي او طريقه اللعب في المباراه دي محتاجه حد اغير واحد او اثنين. لو ان شاء الله ربنا اكرمنا الماتش الجاي واتطمنا ممكن مباراه الكاميرون يريح لاعب او اثنين اذا كانوا مجهدين عشان ندخل ان شاء الله على الادوار السيمي فاينال وان شاء الله باذن الله الفاينال، ندخل يكون اللعيبه في قمه استعدادهم، يكونوا اللعيبه عاملين ريكفري كويس ما يكونوش مجهدين. وهي على فكره برضو في حاجه في صالح اللعيبه يعني ممكن تبقى ايجابيه من نواحي وسلبيه من نواحي، توقف الدوري فتره طويله هي ليها بعض السلبيات شويه البسيطه ان ممكن اللعيب ما بيبقاش يعني حسيت المباريات بعد عنها شويه، ولكن في نفس الوقت ما بتخليش اللعيب مجهد عكس لو الدوري فضل مستمر لغايه قبل البطوله باسبوع مثلا واللعيبه بتلعب باستمرار مباريات كل 3 ايام كان ممكن اللعيبه تدخل على البطوله وهم مجهده، فدي ميزه من ناحيه ان اللعيبه داخله مش مجهده، ولكن يمكن في حاجه سلبيه بسيطه ان في بعض اللعيبه بقى لهم من يوم اعتقد 15 ما لعبوش مباراه رسميه، فدي احيانا بتؤثر شويه على سنس اللعب او حسيه اللعب. كابتن محمود حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه جدا وهي لمستها في مباراه غانا والكاميرون ان دفاعهم يعني متماسك بقدر كبير عن دفاع منتخب مالي، حسينا امبارح ايضا في منتخب مصر يعني في نسبه زي سرحان كده يعني في الدفاع منتخب المصري، شايف حضرتك ده ازاي من وجهه نظرك؟ بس هو يمكن ظهرت في كره او اتنين في الشوط الثاني برضه ممكن ده يكون نتيجه الضغط العصبي، ممكن نتيجه ان اول مره بعض اللاعبين يلعبوا في تواجد جماهيري بالشكل ده، ممكن دي بتؤثر يعني شويه على بعض اللعيبه، ولكن اعتقد ان شاء الله اللي جاي هيكون احسن بكتير من كده، خصوصا ان برضه الكاميرون فيها مهاجمين اعلى من مهاجمي مالي خصوصا رقم 11 رقم 7 لعيبه كويسه في الكاميرون، احنا عندنا الماتش الجاي غانا رقم 20 زي ما قلت برضه هيبقى اعلى شويه من لعيبي مالي، رقم 7 لناحيه الشمال برضه لعيب جيد، محتاجين فعلا تركيز اعلى شويه، ولكن الحمد لله الحاجه اللي تحسب للفريق ككل، لما اجي اتكلم على دفاع الفريق المصري ما اتكلمش على الافراد، ما اتكلمش على الناس المدافعين أسامة ولا بيكهام ولا محمد عبد السلام، ما بتكلمش على المدافعين، لا أنا بتكلم على الفريق وهو بيدافع، الفريق ككل ال 11 لعيب أو ال 10 لاعبين باستثناء حارس المرمى وهم بيدافعوا في الحالة الدفاعية شكلهم إيه؟ امبارح الحاجة اللي كانت عجباني إن ال 11 لعيب أو ال 10 لعيبة الفيلد بلايرز اللي في الملعب مركزين كويس قوي في النواحي الدفاعية في الشوط الثاني، كل واحد بيقوم بدور الدفاع كويس قوي، شفنا رمضان صبحي بيرجع، شفنا مصطفى محمد بيرجع يدافع في خصوصا في الكور الثابته اللي علينا. محمود سؤالي لحضرتك في النقطه دي كمان بالتحديد، البعض كان متوقع او الاغلبيه البدايه هتكون بعمار حمدي هيبدا، ولكن فوجئنا بتواجد كريم العراقي، هل الاهتمام بالنواحي الدفاعيه كان السبب في تواجد كريم العراقي في التشكيله الاساسيه؟ ممكن، لان احنا طبعا سمعنا قبل المباراه على فرقه مالي انها قويه وانها من اقوى فرق المجموعتين مش المجموعه بتاعتنا بس، وشفت حتى سمعت تصريح لمدرب الفريق بعد المباراه ان في لعيبه من منتخب مالي وصلوا يوم المباراه، سمعت تصريح تاني ان في لعيبه هيوصلوا تقريبا بكره، ممكن فرقه مالي تتغير، وعلى فكره فرقه مالي لو اتغيرت هيبقى في صالحنا شويه لانها برضو هتلعب احنا كسبناها خلاص، فلما تقوى ممكن تعطل لنا الفرقتين التانيين، نحتل المركز الاول ان شاء الله بسهوله، يبقى يعني لو مالي عملت نتائج جيده مع فريق غانا وفريق الكاميرون، ولكن ده في برضه كله كله انا عايز اقول ايه، ان احنا مش عايزين نستنى نتائج حد، لا احنا عايزين المباراه القادمه ان شاء الله نحسم الموضوع، ان شاء الله المباراه القادمه ان شاء الله نبقى باذن الله 6 نقاط
خلاص يبقى احنا كده حاطين رجل على رجل ان احنا ممكن نحتل المركز الاول ان شاء الله. كابتن محمود، لسه بنتكلم في حته الناحيه اليمين، يمكن حضرتك لما كنت متواجد كمدير فني النادي الاسماعيلي لحد فتره قريبه جدا، اشتغلت السنه اللي فاتت مع مجموعه من العناصر الشابه قدرت انها تثبت تواجدها وبالتالي انضمت لمعسكرات المنتخب الاولمبي، من امثال طبعا احمد ايمن وايضا عبد الرحمن مجدي ووجيه عبد الحكيم ومحمد صادق، الاربعه كان لهم تواجد باستمرار مع منتخبنا الاولمبي. شايف حضرتك ان تواجد محمد صادق واستدعائه من جديد وايضا عبد الرحمن مجدي كان ليه دور في الشوط الثاني من مباراه الامس، شفت ده ازاي؟ وخرج طبعا من الحسابات، كان خرج احمد ايمن وجيه عبد الحكيم طبعا واحد من اللعيبه اللي كانت مميزه جدا مع النادي الاسماعيلي في الموسم اللي فات مع حضرتك. هو بص، هو كل مرحله طبعا بتتطلب لعيبه معينه، المرحله دي ما كانش ينفع الكابتن شوقي ياخد وجوه جديده كتير. ان شاء الله لما ربنا يكرمنا ان شاء الله ونوصل الاولمبيات، هو طبعا الهدف الرئيسي من البطوله ان احنا نمره واحد ناخد البطوله ان شاء الله، نحتل المركز الاول وناخد البطوله ان شاء الله. الحاجه الثانيه ان شاء الله نوصل الاولمبيات. اعتقد ان بعد ما نوصل الاولمبيات، وده يمكن اللي شفناه قبل كده، اخر مره احنا وصلنا في اولمبيات لندن في ناس كانوا بيلعبوا في التصفيات ما راحوش الاولمبيات، فانا اتوقع ان ده اللي هيحصل برضو ان شاء الله لما نوصل. انما الكابتن شوقي كان المجموعه اللي هو معاه بقى من البدايه لازم يستمر بيها لغايه التصفيات. في مجموعه تانية زي ما انت قلت، في احمد ايمن بدا يدخل، عبد الرحمن مجدي طبعا كان معاهم من البدايه، محمد صادق، هو محمد صادق استبعد بسبب الاصابه، انما لما الحمد لله لعب مباراه وديه مع النادي الاسماعيلي وحصل اصابات في المنتخب رجع تاني، انما محمد صادق المكان الطبيعي بتاعه من المنتخب الاولمبي طبعا. انا بتوقع كمان بعد ان شاء الله لما ربنا يكرمنا ونوصل ان شاء الله كمان الاولمبيات، اعتقد ان في كمان لعيبه من النادي الاسماعيلي زي محمد بيومي ممكن ينضم، زي الظرف ممكن يتبص له، بجانب اللعيبه دي، بجانب احمد ايمن. واحمد ايمن يمكن كابتن شوقي برضه عشان هو ما بداش الدوري مع النادي الاسماعيلي ممكن يكون اتاثر شويه، اختياره اتاثر شويه، ولكن شفناه في اخر مباراه، مباراه الجزيره، لعب بشكل كويس قوي. وبعدين عنده ميزه يعني، ودي في الاختيارات في الدورات المجمعه، انت لما بتيجي كمدرب تختار في الدورات المجمعه لعيبه، بتختار اللعيب اللي عنده مرونه يقدر يلعب في اكتر من مركز. عند احمد ايمن دي بيعملها كويس، احمد ايمن بيلعب باك رايت، باك ليفت، ممكن يلعب في نص الملعب. جاي ان شاء الله برضو زي ما شفنا بيومي في الماتشات الاخيره كلها، ولكن طبعا هو كابتن شوقي لازم كان يركز على المجموعه اللي هي بدا بيها. ان شاء الله زي ما قلت بعد ما نوصل ان شاء الله الاولمبيات، اعتقد ان هيبقى في لعيبه كمان من النادي الاسماعيلي هتنضم ان شاء الله. دور القائد بيبقى حاجه مهمه جدا، لمسنا ده امبارح من خلال تواجد رمضان صبحي، وحضرتك اكيد كنت كابتن لفترات طويله، وايضا عمر جابر. القائد يا كابتن، بعيدا بقى عن فنيات رمضان صبحي امبارح، حضرتك لمست فيه ايه كدوره؟ بص، هو ده القائد، ده بيعتبر مدرب الفريق في الملعب اثناء المباراه، لان في تعليمات سريعه لازم تنقل للاعبين في أسرع وقت، لأن بيبقى فيه تدخل، لازم يكون فيه تدخل فني في الوقت ده، بحيث أن أنا ما يحصل ليش ثغرة معينة، أو تدخل فني بحيث أن أنا أقدر أستغل ثغرة معينة في الفريق الآخر. القائد ده نمرة واحد، بيبقى بديل للمدرب أثناء المباراة في المستطيل الأخضر. نمرة اتنين، حتة القيادة خارج كمان الملعب بتبقى مهمة جدا، إزاي يقدر يلم اللعيبة، إزاي هو واتنين تلاتة لعيبة كبار بيحفزوا اللاعبين، بيحمسوا اللاعبين قبل المباراة، زي الأعداد اللي احنا متعودين عليها كلنا في مصر اللي قبل المباراة تحمس اللعيبة. رمضان طبعا ما شاء الله هو سنه صغير، انما عنده خبرة كويسة جدا جدا، أكيد تعامل مع كباتن فرقة في النادي الأهلي وفي المنتخب الأول، استفاد منهم كتير، فهو طبيعي أنه ينقل الخبرة اللي استفاد منها من الكباتن بتوعه في النادي الأهلي وفي المنتخب الأول للعيبة اللي معاه الصغيرين دول، لأن فعلا محتاجين حد يوجههم أو يهديهم في أوقات معينة من المباراة وكده. كلمت كابتن محمود من وجهة نظر حضرتك أن كان في يعني زي صدمة جماهيرية شوية امبارح، بعض اللعيبة ما لعبتش قدام جماهير، فده كان جديد عليهم، هل شايف بقى في المباريات اللي جاية كابتن محمود أمام غانا والكاميرون خلاص هم عدوا المرحلة دي؟ هي طبعا دي بتيجي واحدة واحدة طبعا، يعني هو الماتش الأولاني خصوصا الافتتاح ودورة مجمعة عندنا،
الحاجات دي كلها بتعمل ضغط على اللعيبة. أعتقد إن شاء الله الماتش الجاي مش هيبقى فيه الافتتاح اللي كان موجود، فهتبدأ تزيل، كأنهم رايحين ماتش عادي بجماهير. اللعيبة المتعودة على الجماهير في أكتر، يعني في بعض اللعيبة متعودة بالجماهير، إنما الغالبية مش متعودة تلعب في توجه جماهير. أهي لعبة ماتش، الماتش التاني إن شاء الله هتلاقي الضغط ده أقل شوية، الماتش التالت خلاص هتبقى العملية عادي جدا، بحيث إن شاء الله نقدر ندخل على السيمي فاينل إن شاء الله، والفاينل يكون اللعبة متعودين على حتة تواجد جمهور. لأن أنا اللي أنا بتوقعه إن شاء الله لو عدينا المرحلة الأولى إن شاء الله وبدأنا نلعب في السيمي فاينل، أنا أعتقد إن الاستاد هيبقى مليان على آخره، فدي هتبقى برضو حاجة لازم اللعبة تعمل حسابها على كده وتتعود خلاص على الموضوع ده خلال المباراتين الجايين. يعني ده توقعي ان شاء الله في السيمي فاينال، وان شاء الله نلعب الفاينال ونفوز بالبطوله، هتلاقي الاستاد ده ما فيهوش مكان لفرد. فكره صنع الالعاب يا كابتن محمود، يعني شايفين اكتر من صانع العاب في منتخبنا المصري، طبعا زي ما شفنا ناصر ماهر وعمار حمدي وعبد الرحمن مجدي صناع العاب كتير، شايفين بقى ان مصطفى محمد عليه هيبقى عليه رقابه لاصقه بعد المستوى المميز اللي هو بيقدمه مع المنتخب طبعا الاولمبي، شايف حضرتك ازاي يعني نستفيد بقى من صناع اللعب؟ لا بص، اولا مصطفى محمد طبعا امبارح كان ظاهر بشكل كويس قوي، اكيد هيعملوا له الف حساب، ولكن مصطفى محمد عنده فروق فرديه ممكن تعمل الفارق للفرقه، زي مميز في الكور العالية، زي انه هداف كويس، الحاجات دي فروق فردية، ممكن لعيب يبقى يفرق، ولكن الفروق المراقبة بتاعته تتم بسهولة. ولكن في بعض اللعيبة او اللعيبة المميزة قوي الفروق الفردية عندهم ما تقدرش مهما تخلي حد يرقمهم، زي مثلا مصطفى محمد مميز جدا جدا في الالعاب الهوائيه في الكور العاليه، بيلعب براس كويس، او شفناه امبارح الهدف اللي جابه، شفنا اغلب اهدافه في الدوري المصري خصوصا لما كان مع نادي الجيش، بيتميز بالموضوع ده كويس قوي، ودي طبعا سهل جدا ان هو يستغلها يعني، وصعب ان حد يقدر يراقبه فيها، يعني ممكن لازم يكون حد مميز قوي ويكون طويل ويكون عنده حتة الرقابة في الكور العرضية كمدافع يقدر ينجح في انه يراقبه، انما ده انا شايفه ان ده فروق فردية عند مصطفى، ممكن يقدر يتغلب بيها على لو في رقابة فردية بالنسبة له. البنيان الجسماني القوي بتاعه برضه ممكن يتغلب بيه على لو في حد هيراقبه او حاجة. بالنسبة للحلول التانية طبعا عندنا رمضان صبحي ممكن يبقى صانع لعب كويس قوي، صحيح هو رمضان صبحي بيتميز على خط ناحيه الشمال خصوصا بيبقى اكتر، ولكن عبد الرحمن مجدي بيتميز بالحته دي كويس قوي برضو، عبد الرحمن في اوقات كتير لعبناه تحت راس الحربه، في عمار حمدي ممكن يلعبها، لعبها مع الاتحاد، فان شاء الله يعني في حلول باذن الله يعني حاجه. وبعدين برضو كبشاوي انا شايف انه ممكن عنده مرونه كويسه جدا في طرق اللعب، يعني ممكن الماتش يلعب باجنحه بس من غير صانع لعب وراسين حربه، يعني كابتن شوقي من نوع طبيعته التدريبيه ان ممكن بيغير، يعني مش عنده طريقه واحده اللي هي مثلا 4-2-3-1 ولا بلعب 3-4-3، لا عنده عده طرق بيقدر يلعب بيها ويغيرها اللي هي اللي بتناسب امكانيات الفرقه اللي هيلاعبها. كابتن محمود اتكلمنا عن مصطفى محمد، صلاح محسن وهو طبعا يعني مهاجم، ايضا مهاجم متميز وصائد للاهداف، ازاي يتم استغلاله الفتره اللي جايه؟ وبص هو برضه صلاح انا شايفه ان هو بيبقى مميز قوي في راس الحربه، بيتحرك تحركات جانبيه كويسه قوي بسرعته، انا شايفه ان هو في الحته دي يعني حتى في الاهلي بدايه ما لعب في الأهلي كان مش فاكر كان مين بيدربه، أغلب المباريات اللي لعبها كان بيلعبوا برضو تحت رأس الحرب على اليمين أو على الشمال، كان ما بيبقاش مرتاح فيها، لما بيلعب رأس حربة بيجيد فيها كويس. صلاح محسن من هو ومصطفى محمد برضو رأسين حربة، ممكن ألعب بيهم الاثنين كراسين حربة، في لعيب بديله بعض الواجبات الدفاعية فيهم، ولكن أنا شايف إن صلاح محسن بيبقى مميز أكتر في الاسترايكر، يعني في رأس الحربة. الطموحات يا كابتن محمود، أكيد الطموحات
بالنسبه لنا طبعا كطبعا شعب مصري هو الفوز باللقب والتاهل بالتاكيد هيكون لاولمبياد طوكيو. هل حضرتك لمست او شايف ان الطموح ده موجود عند الكل ولا فقط تاهل لاولمبياد طوكيو هو الطموح الاهم؟ لا هو الاثنين ما يقلوش اهميه عن بعض. احنا بطوله بننظمها، احنا طبعا شفنا بعد من البطوله الاخيره اللي نظمناها بطوله افريقيا شفنا قد ايه الناس زعلانه وكده. مصر ما ينفعش تنظم بطوله وما تفوز بيها، فانا لا انا احط الهدف الاولاني الفوز بالبطوله. لو انا حطيت الهدف الاولاني عندي الفوز بالبطوله ابقى خلاص فزت بالبطوله ابقى وصلت. انما لما احط طموحي بس ان انا اوصل للاولمبياد، ما انا ممكن رابع واوصل للاولمبياد العب مباراه فاصله. ولكن لما احط الهدف الاولاني عندي الفوز بالبطوله، يعني هاخد اول ان شاء الله، يبقى اول ثلاث فرق بيوصلوا دايركت على طول الاولمبياد فخلاص يبقى انا وصلت اوريدي. لا لازم يكون الطموح الاعلى، لازم يكون الطموح الاعلى. يعني اكيد كابتن محمود قبل ما اختم مع حضرتك بقى، انا عارف ان الايام اللي فاتت طبعا من بعد رحيل حضرتك عن النادي الاسماعيلي اكتر من عرض من عدد من الانديه العربيه، نطمن على حضرتك بقى بشكل عام. والله طبعا التوقيت اللي انا سبت في النادي كان قبل الدوري باسبوعين بالظبط او يمكن اقل شويه، فطبعا كان كل الانديه داخل وخارج مصر مسكنه مدربيها وكده، فده نصيب طبعا. ولكن انا مش مستعجل يعني. والله كان في الاسبوع اللي فات كان في حاجه كويسه ولكن يمكن ما تمتش يعني. التوفيق لحضرتك. وايضا بقى السؤال الاخير فيما يخص عمر جابر، يمكن حضرتك دايما لما بتتكلم عليه واحنا داخل محافظه الاسماعيليه حضرتك كنت بتقول باستمرار ليه لا عمر ما يعتزلش في النادي الاسماعيلي او نادي الزمالك، يعني حضرتك مرحب بالناديين لو هو يعني بعد فتره طويله ان شاء الله هو يعتزل يبقى من خلال. انا يمكن قبل كده في لقاء برضه في تايم سبورت يمكن بيسالوني ممكن يلعب فين، قلت لهم هو ولا الاسماعيلي ولا الزمالك يعني. طبعا مع احترام كل الانديه ولكن زي ما قلت في لعيبه ما يلعبوش ناديهم يعني وكده. عمر يعني عشان لعبت في النادي الاسماعيلي فلو في عرض مناسب لي وفي توقيت كويس انه ممكن يلعب في النادي، ولكن عندك يا كابتن حاجه زي دي لو طبعا جدا 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 طبعا. ولكن يمكن هو دلوقتي مركز مع نادي بيراميدز وكده. صحيح نادي الزمالك في عرض او في كلام تم ان هو يبقى في يناير، كان في كلام في بدايه الموسم فعلا. ولكن يمكن نادي تمسك بيه، نادي بيراميدز تمسك بيه لانه كان انا قلت ساب اكتر من لاعب فما حبش في لعيبه معينه لا دول القوام الرئيسي للفريق فمش هنقدر نفرط فيهم دلوقتي، يمكن اعتذروا لنادي الزمالك. انما احنا بكره في ايه ما حدش يعرف بقى بكره في ايه، هو نصيبه يعني في الاخر، وبعدين هو برضه صاحب القرار في النهايه يعني. بختم مع حضرتك في اسماعيليه بقى، محافظه اسماعيليه اصبحت الان ملتقى للمنتخبات، يعني شفنا ما فيش مجموعه في اسماعيليه ولكن الكاميرون ونيجيريا جم عملوا معسكرات هنا، فرق باستمرار عربيه بتيجي اسماعيليه الفتره اللي فاتت اصبحت زي ما بقول لحضرتك كده في توجهات كتيره قوي فيما تخص طبعا احتضان المعسكر. ما هو بص الاماكن ما شاء الله في اسماعيليه في اكتر من مكان كويس قوي، في كمان سهل انك تتنقل من اسماعيليه في الملاعب التدريبيه طبعا. يعني هي من الاماكن دي فيها اماكن تدريبيه متوفره كويس قوي، كمان سهل انك ممكن وانت في اسماعيليه تنتقل للقاهره تلعب، تنتقل لبورسعيد تلعب. في اسماعيليه في عايز تلعب دوري ممتاز، في عايز ممتاز بي في فرق ممتاز بتلاقي، عايز درجه اولى تلاقي. وبعدين التنقلات سهله جدا، تعرف اسماعيليه بلد صغيره وكده، فسهل جدا جدا انك في خمس دقائق تنتقل من المكان اللي انت فيه للملعب اللي هتلعب فيه. وبجانب الجو خصوصا في الفتره دي ده الحاجات دي كلها لما اي مدير فني بيجي يختار معسكر ناجح للفريق بتاعه مش هيلاقي احسن من هنا طبعا. شكرا جدا يا كابتن محمود، واتمنى لك يا رب دايما كل التوفيق وفي مسيرتك اللي جايه يا كابتن ان شاء الله. ربنا يخليك، شكرا ليك يا شريف، بشكرك كتير، متشكرين. يمكن يا يحيى ده كان لقائنا مع الكابتن محمود جابر طبعا المدير الفني السابق للنادي الاسماعيلي وطبعا واحد من نجوم النادي الاسماعيلي والمنتخب المصري، والان العوده ليك، تفضل.